شاركوني في حل هذه الأسئلة إخواني وأخواتي الأعزاء. أول سؤال: عصور تبدأ مع بداية تدوين الإنسان لتاريخه، وربما تبدأ مع عصر الأسرات الفرعونية، تسمى بالعصور إيه؟ إيش العصور اللي بتبدأ بالتدوين؟ هل هي العصور التاريخية، ولا عصور ما قبل التاريخ، ولا العصور الحجرية، ولا العصور البرونزية؟ العصور تبدأ مع بداية تدوين الإنسان لتاريخه، يسموها العصور الإيش؟ التاريخية، لأن الحجرية والبرونزية جزء ما من عصور ما قبل التاريخ، أما العصور التاريخية اللي بدأ الإنسان يدون ويكتب ويعمل. يبقى الإجابة ألف. السؤال الثاني: تنتهي العصور القديمة بسقوط مين على يد القبائل الجرمانية عام 476؟ إيش الإمبراطورية اللي كانت كبيرة جدا وملك العالم وسقطت وتقسم منها أو طلع منها 6 ممالك؟ ها، تنتهي العصور القديمة بسقوط إيش على يد القبائل الجرمانية عام 476؟ وساعات يجيب الإمبراطورية ويقول لك سقطت على إيد مين، يبقى القبائل الجرمانية هي اللي أسقطتها. هل هي المدائن، ولا روما، ولا أثينا، ولا سبارتا؟ المدائن دي عاصمة الفرس، ملهاش علاقة بالجرمان، ده دي اللي قضى عليها المسلمين وفتحوها وأصبحت إسلامية. أثينا وسبارتا دول في اليونان. فين؟ في اليونان. أما القبائل الجرمانية أسقطت إيش؟ ها، أسقطت روما. أحسنتم، تمام، روما. يبقى الإجابة بقى. السؤال الثالث: انتهت العصور القديمة عند المسلمين وبدأت العصور الوسطى. طبعا المسلمين كان لهم نظرية أخرى، كل واحد لما يجي يتكلم، خاصة لما تبقى الدولة عظيمة وكبيرة ولها شأن واتسعت وأصبحت لها شوكة ويخشى بأسها، تشكل هي التاريخ هي كمان. فانتهت العصور القديمة عند المسلمين وبدأت العصور الوسطى بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بعام الفيل، ولا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أستاذ كلها قريبة من بعضها، بس ميلاد الرسول لسه ما بقاش النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولا عمل دولة ولا حاجة، فما الحدث لسه كده. طيب عام الفيل، برضه عام الفيل ده يخص كفار قريش، اللي إيه، ربنا حفظ البيت وأرسل على أبرهة وجيوشه طيران أبابيل. هجرة الرسول من مكة للمدينة، ولا بعثة الرسول؟ بعثة الرسول يعني بعث وبدأ ينشر الإسلام بس اتحارب، لكن إمتى اعتبروها يعني بداية جديدة للعالم؟ هو لما بقى في دولة إسلامية. قبل ما تبقى دولة إسلامية ما زال أفراقيا ممكن يتم القضاء عليها، ولكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة هي دي بداية العصور الوسطى عند المسلمين ونهاية العصور القديمة. هيبقى الإجابة جيم. تمام، خلي بالك من السؤال ده. تبدأ العصور الوسطى من القرن الكام؟ السؤال جه كده في سنة من السنوات. العصور الوسطى بتبدأ من الأول الميلادي، القرن الأول الميلادي، ولا القرن الثاني الميلادي، ولا القرن الرابع الميلادي، ولا القرن الخامس الميلادي؟ اعرفها كده ماشي واحفظها، من 5 ل 15، حط 5 والناحية الثانية 15، خلاص. يبقى تبدأ العصور الوسطى من القرن الكام؟ الخامس، وتنتهي في 15. تمام يا إخوان، تمام يا أخوات. ناخد سؤال كمان وننهي بالشريحة. أطلق على العصور الوسطى في أوروبا، أوروبا بقى دخلت في العصور الوسطى، أطلق عليها عصور الظلام، ولا عصور النور، ولا عصور التقدم، ولا عصور النهضة؟ هي العصور الوسطى في أوروبا فيها عصور النهضة، ده النهضة دي بتبدأ بها العصور الحديثة وبتنتهي بها العصور الوسطى، والنور والتقدم دول كان في العالم الإسلامي، أمال أوروبا كان فيها ده الظلام والتخلف، ها، ونظام الإقطاع وما شابه ذلك. فيبقى أطلق على العصور الوسطى في أوروبا عصور الظلام أو العصور المظلمة. الإجابة ألف. تمام،